المال مال الله سبحانه وتعالى، وما دام انهم يدورونك دورهم. يا سلام، لا تفوت عليك الوقف، ان شاء الله يبي ينتهي باذن الله، يبي يكمل. وبعض الناس لما كمل قال ما علمتوني. يا ابن الحلال معترض قدامك الخير. انا رمضان ما ولدنا ذا، رمضان الثاني يوم من ليله من الليالي يوم دريت له والله هاك المسلم مرنا علي، اعرف انا واعرف ظروفه. يا اخواني بجيبي 500 ريال، هذا اللي عليها الله، واشهد واشهد لله سبحانه وتعالى بالشيء ذا اني لاحظت انا وجرى علي انا. وانا اقوم واخذ 5%، الواجب ان الواحد يخفيها، لكن جاء لها مجال. قمت وعطيته 5% هذه وتعذرت منه. تقاهوا تقاهوا، قال ابد بسلامتكم والحمد لله. يا اخواني والله بعدها ما ادري بساعتين او 3 ساعات دق علي رجال اللي عنده فلوس وقال عط رقم حسابك ان شاء الله باذن الله الليله على طول ينزل عندك. والله يوم اخذت لو والله مدق عطيته رقم الحساب، لو والله يوم انه جتني الرساله لو والله فيها 5000. تم الايداع؟ لا الايداع لا، الرجال لي انا هذه الايداع، ايداعه هو تم 5000 بدل 500 ريال. انا على ذلك من الشاهدين، اعطيت الضعيف هذا 500 وجاني عقبها بساعتين 5000 ريال. سبحان الله ما شاء الله. فما ينقص من مال صدقه مهما كان، تصدق واذا ما جاك اليوم يجيك بكره، واذا ما جاك بهالدنيا يجيك بالاخره. والله انك رابح ثم رابح ثم رابح. الوقف ان شاء الله يبيكمل باذن الله. الله كريم. وشدوا حيلكم، والمال مال الله، بكره تبي تخليه كثير وقليله للورثه. لما تتصدق في هذا الوقف لا تتصدق وانت في بالك بيعوضك ربي دراهم، لا لا لا، عندك وليد يعني متعبك شوي تصدق، ترى ربما صدقك تصير سبب صلاح الوليد. مريض عندك وليد مريض تصدق، لربما يجعل الله عز وجل هالصدقة سبب في شفاء هالمريض. عندك والله إشكالات في حياتك تعطل بينك وبين زوجتك، بينك وبين زملائك، تصدق لعل الله أن يجعلها سبب في صلاح أمورك هذه كلها. ما شاء الله. تصدق لعلها أن تكون بركة لك في الدنيا وفي الآخرة. الصدقة لا تقتصر أن لا شوفوا، ترى من تصدق يتصدق ويقول يا الله يا ربي يا الله من فضلك، وإذا كان فضل الله ففضل الله عظيم. لا إله إلا الله. وأبشروا بالخير. أبشروا بالخير. لكن لا تبخلون على أنفسكم يا جماعة الخير. ترى أبو صالح شو يقول قبل شوي؟ يقول ترى الوقف بيكتمل، وهو صادق بيكتمل بإذن الله. بإذن الله. لكن لا يكتمل واسمك مو فيه، بس لا يكتمل واسمك ما سجل في هذا الوقف. يا أخي لو بريال. لو بريال. خل بس اسمك مقيد عند رب العالمين هالوقف ذا اسمك فيه لو بريال واحد. فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على من حولكم، أهدوهم، تصدقوا للأموات، لا تبخلوا يا جماعة الخير. ليه؟ لأنكم تتعاملون مع الرب الكريم سبحانه وتعالى، واللي يتعامل مع الله يبشر بالخير. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.